أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة صوت العراق الإلكترونية ومقال تحت عنوان الموازنة للخلف در. يقول الكاتب علي علي في مقاله: ذهبت موازنات أعوام ماضية هباء منثورا، ولم تثمر كل الصيحات والمطالبات ولا حتى التظاهرات التي نادت من خلالها شرائح الشعب كافة بسرعة قراءتها وإقرارها لينعم بها المواطن، وقد تداعت بسبب تأخير إقرارها كثير من مصالح الناس. وها نحن على مشارف منتصف السنة وما زالت الموازنة في مخاض عسير لا تلوح أي بارقة أمل بقرب موعد ولادتها، إذ ستأخذ القراءة الأولى ردحا من الزمن يدفع ثمن التأخير والمماطلة فيها المواطن وحده. إرجاء المناقشات وتأجيل القراءات هو سنة متبعة لدى رئيس المجلس وأعضائه، وأهم ما يسوفون بمواعيد قراءته ويماطلون بإقراره هو قانون الموازنة، غير آبهين بالمطالبات والتظاهرات الشعبية الواسعة التي تخرج بين الحين والآخر من أجل الضغط على البرلمان والكتل السياسية لإقرار الموازنة. كما يذكر المواطن جيدا كيف أهملت حملات جمع التواقيع أكثر من مرة الصورة اليوم في رئاسة مجلس النواب الحالي، علاوة على رئاسة مجلس الوزراء هي الصورة ذاتها، والرماد هو الرماد ذاته، ولن ينفع النفخ فيه ما دام النصاب لا يكمله إلا الأشخاص الذين كانوا سبباً في عدم اكتماله بالأمس، وما دام المال العام والثروات التي تدعم الموازنة نزلت في جيوب الفاسدين من المسؤولين عن إكمالها وإخراجها للتطبيق، وما دامت الأعذار والتبريرات جاهزة تسوغ التلكؤ فيها كتدني سعر الدينار العراقي وتذبذب سعر النفط وغير هذا وذاك الكثير، تكون الموازنة وفق المعطيات هذه أشبه بحليب العصفور لا نراه حتى في الأحلام. إلى موقع مركز رسام للدراسات ومقال للكاتب حسين صالح السبعاوي بعنوان حكومة بغداد الطائفية وخطابها الوطني. يقول السبعاوي في مقاله إن ما تتعرض له الهوية الوطنية في العراق من مسخ وتشويه بعد الاحتلالين الأمريكي والإيراني للعراق جعل الكثير من المفاهيم الوطنية تختلط على المجتمع، وجعل من كان يكره العراق ويقاتل ضده مع أعدائه يطالب الناس بالوطنية. إن بلدا مثل العراق متعدد المذاهب والمكونات لا يمكن لطائفي أن يحكمه وفق منهجية الطائفي أو أن يدعو إلى الوطنية. يقول رفاعة الطهطاوي إن الملوك إذا تعصبوا لدينهم وأدخلوا في قضايا الأديان والمذاهب شعوبهم وأرادوا قلب عقائد رعاياهم فإنهم يحملون رعايتهم على النفاق ويستعبدون من يكرهونهم على تبديل عقيدتهم وينزعون الحرية منهم، فلا يوافقون بذلك أو لا يوافق بذلك باطنهم ظاهرهم. إن ما يجري في العراق من قبل الحكومات المتعاقبة ما بعد عام 2003 هو تمييز طائفي واضح بين مكونات المجتمع العراقي المتعدد المذاهب والطوائف، وإلزام الناس باتباع مذهب الحكومة الطائفي، وإلا فهو يواجه شتى أنواع العنصرية والتمييز والإقصاء والتهجير، بل وصلت إلى القتل لكل من يخالف المذهب الحكومي، ثم يسمي هذا النهج بالوطني، ويتهم المخالف بالخيانة أو بالإرهاب الذي أصبحت تهمته جاهزة ضد المواطنين، ثم يعاقب بأشد العقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام. ما تقوم به حكومات الاحتلال المتعاقبة ما هو إلا تمزيق للوطن وإثارة للنعرات الطائفية بين أبنائه، وهي أبعد ما يكون عن الحالة الوطنية، بدليل أنها عندما انطلقت انتفاضة تشرين عام 2019 والتي طالبت بإنهاء الطائفية والهيمنة الإيرانية على العراق، كان أول من تصدى لها وقتها هم دعاة الوطنية. اليوم بناء على مطالب مرجعيتهم الإيرانية وخوفا على مصالحهم الحزبية والشخصية. شرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا أعدته راية تشلبي وأندرو إنجلاند وسامر الأطرش، قالوا فيه إن الأسد الذي عُمل لأكثر من عقد كمنبوذ دولي بسبب وحشيته ضد شعبه، لكنه في الفترة الأخيرة بات يلعب دورا جديدا، إنه دور استقبال الشخصيات العربية البارزة. فقد شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من الزيارات بعد 12 عاما من العزلة الإقليمية التي تقترب من نهايتها بدون معالجة الانتهاكات التي ارتكبتها القوات التابعة له وسحقه للانتفاضة، ومن هنا يبدو التطبيع مع الأسد محتوماً.
يشعر الأسد بالثقة، ففي لقاء لوزراء الخارجية لمناقشة عودة سوريا من جديد للجامعة العربية، قال المسؤولون إنه لم يظهر اهتماما بتقديم تنازلات. وقال مسؤول: السوريون يريدون تنازلا كاملا، ويمزح البعض بأنه قد يطلب اعتذارا. وهناك بعض الدول العربية مترددة بالتطبيع، من بينها قطر والكويت اللتان ترددتا بدعم الخطط التي تقودها السعودية لدعوة سوريا لحضور القمة العربية هذا الشهر. إلا أن مسؤولين بارزين من عدة دول عربية بمن فيها السعودية والأردن والعراق ومصر بدأوا بالعمل على قضايا لطرحها مع سوريا. وقال دبلوماسي إن المفاوضات هذه ستمتحن فيما إذا كان الأسد جديا أم لا حول عودته للحظيرة العربية. وبالنسبة لملايين اللاجئين في الخارج الخائفين من تقارب الدول العربية مع الأسد، فهم يخافون من إجبارهم على العودة. ولهذا فقد تم التركيز على الكبتاغون الذي أصبحت التجارة فيه شريان الحياة لاقتصاد سوريا، وتأثرت السعودية والإمارات والأردن بتهريب المخدرات عبر الحدود. قالت صحيفة الغارديان إن أوروبا تراقب بقلق تداعيات صراع طويل في السودان. وجاء في تقرير أعده دان صباغ مراسل الشؤون الدفاعية الأمنية أن السودان الذي يعيش قتالا بين الجيش السوداني ومنافسه قوات الدعم السريع قد يغرق في أزمة طويلة تقود إلى كارثة إنسانية بتداعيات جيوسياسية. وهناك سلسلة من الدول المقسمة والفاشلة تقع على الهوامش الأوروبية، هلال من عدم الاستقرار يمتد من منطقة الساحل الأفريقية وليبيا عبر اليمن وسوريا وشمالا إلى أوكرانيا، وهي ثلاث دول لا يزال فيها القتال محتدما. بعد كارثة العراق والخروج الفوضوي الذي قاده جو بايدن من أفغانستان، فقد ولى الوقت الذي كانت فيه الدول الأوروبية تقود عملية تدخل، مع أن الأسلحة أرسلت بكميات كبيرة إلى أوكرانيا. وقال أحمد سليمان الزميل البارز في تشاتام هاوس بلندن لدى السودان: عدد كبير من السكان ب45 مليون نسمة، وعليه فإمكانية مغادرة الناس بأعداد كبيرة قائمة لو طال أمد الحرب، وسيكون معظم المهاجرين في الداخل وإلى دول الجوار، وربما حاول الكثيرون المضي أبعد إلى أوروبا كما حدث مع سوريا وأوكرانيا. وتقول ماي ديروش الأستاذة المشاركة في جامعة برمنغهام: لو استمر النزاع فإن المخاطر هي ظهور جيل جديد متأثر بالصدمة، وهو ما يقود إلى التشدد، وربما نشأ هناك منظور سلبي مثل اليمن وسوريا عندما انهار النزاع إلى حرب أهلية طويلة دعمت فيها قوى خارجية أطرافا محلية اختارتها في محاولة لاستغلال البلد الضعيف. حول السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، كتب وليد خدوري مقالا في صحيفة الشرق الأوسط، جاء فيه: ارتفع عدد السيارات الكهربائية على طريق العالم في عام 2022 إلى نحو 26 مليون وحدة وفقا لوكالة الطاقة الدولية هذا، بينما تشير معلومات دولية أخرى إلى أن مجمل عدد سيارات ماكينة الاحتراق الداخلي عالميا في عام 2022 بلغ نحو 1.4 مليار. وتدل هذه الأرقام بوضوح على الهوة الواسعة بين السيارات الكهربائية المتوفرة في الوقت الحاضر وما سيتطلبه هذا من زيادة ضخمة جدا كي يلحق عدد السيارات الكهربائية بعدد سيارات ماكينة الاحتراق الداخلي عالميا بين الوقت الحالي وحتى منتصف القرن موعد تصفير الانبعاثات. تدل الأرقام عن السيارة الكهربائية والصادرة عن الوكالة على أن العالم في مرحلة تحول طاقة بطيء، فالزيادة السنوية في عدد السيارات الكهربائية عالميا هي في مجملها عشرات الملايين فقط، بينما المطلوب بحلول منتصف القرن تحويل كهربائيا أكثر من 1 مليار حافلة وسيارة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الزيادات السنوية المحدودة حتى الآن في مبيعات السيارة الكهربائية، نجد أنه من الصعب تصفير الانبعاثات بحلول العام 2050، فسيارة الاحتراق الداخلي ستبقى على الطرقات ولو بعدد أقل مما هو عليه الآن لعقود عدة بعد منتصف القرن. فالدول المستهلكة الأكبر للطاقة الصين والهند تخطط لتصفير الانبعاثات بحلول عام 2060 و2070. الآن نتابع الكاريكاتير.
بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. إلى ما اخترنا لكم من أخبار متنوعة، والبداية بهذا الخبر، حيث تتواصل بمدينة حميد الغزلان جنوبي المغرب فعاليات الدورة 18 للمهرجان الدولي للرحل، الذي يجسد ثقافة الرحل العريقة وموروثهم الضارب في التاريخ، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والحفاظ على تراث ثمين للأسلاف مهدد بالانقراض. وكذلك يقام المهرجان لإحياء تقاليدهم وعاداتهم، وتحتفي هذه النسخة التي تنظمها جمعية رحل العالم على مدى يومين بالحكواتيين والحكايات التي تؤثث حياة سكان الرحل، كما تعد فرصة للاطلاع على التقاليد العالقة في حياة هذه المناطق الصحراوية. وتشكل النسخة الحالية من المهرجان الدولي للرحال فرصة للتعريف بعادات وتقاليد حميد الغزلان والمناطق المجاورة من خلال حفلات موسيقية وعروض ومعارض وورشات وندوات، فضلا عن تنظيم منافسات رياضية تقليدية من قبيل هوكو الرمال وسباق الهجن. نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا ترجمه موقع عربي 21 عن أداة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على تحديد السرطان بدقة يمكنها أن تسرع من مسار المرضى في العلاج. وفي التقرير الذي عمل عليه أندرو غريغوري، جاء أن الأداة الجديدة ستسرع من عمليات تشخيص المرض وتسرع مسار العلاج في وقت يعد فيه السرطان سببا رئيسا للوفاة، ويؤدي إلى 10 ملايين وفاة سنويا في أنحاء العالم وفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية. وحدد الاكتشاف الجديد العلامات الجينية المتوافقة مع الورم الدبقي المنتشر بمتوسط دقة تزيد على 90%، وأن الأداة القائمة على الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على تحسين الوصول وسرعة التشخيص والرعاية للمرضى الذين يعانون أورام المخ القاتلة. الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
في الختام هذه تحياتنا إليكم أينما كنتم، دائما وأبدا ظلوا في رعاية الله، إلى اللقاء.